خلينا ناخد هذه المداخلة ونعرف مزيد من التفاصيل. دكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ شفي، ومساء الخير على الجمهور جميعا يا رب. مساء الخير على حضرتك. عاوزين نعرف يعني الصرف زي ما انا يمكن ذكرنا كل التفاصيل، ولكن طمنا بهذه التفاصيل، هيبدا الناس على طول بالصرف من خلال الماكينات. دكتور ياسر، طيب يعني دكتور، طيب دكتور ياسر، زي ما قلت لحضراتكم يعني احنا بنحاول هنا ان احنا نطمن الناس، يعني وده دور الدولة الحقيقة، يعني لما بنقف عند حقوق الإنسان، هي حقوق الإنسان يعني دايما انت تلاقي حقوق الإنسان يتحدثون عنها دائما في أشياء كثيرة جدا، وعن حرية الرأي والحياة، لكن حقوق الإنسان أيضا أن يعيش حياة كريمة هي حقوق مواطنة، يعني حتى هي موجودة في الدستور بتاعنا، هي حقوق المواطنة لكل مواطن أنه يعيش حياة كريمة، وبالذات الأسر المحتاجة. خلينا نعود لدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة. دكتور ياسر، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك. يعني قول لنا يعني هذه الاستجابة وتوجيهات السيد الرئيس وزيادة عدد المستفيدين إلى 1,000,000 أسرة إضافية. ده كان جاي في ظل اتجاهات الأزمة الاقتصادية العالمية، كان توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة 1,000,000 أسرة، يعني استجابة لظروف المجتمع المصري في ظل الأزمة الاقتصادية، وتجاوبا من الحكومة المصرية للأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها عالميا ويمر بيها البلاد جميعا. كان توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة 1,000,000 أسرة بالتنسيق والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. تمام، خلينا بس في وجود حضرتك هنبسط للناس، بالذات الساده المشاهدين يعني هيبقوا بس مطمنين، يعني اذا اللي معاه كارت ميزه من الاصل، اللي معهوش كارت بيتوجه هل لهيئه البريد او لمكاتب وزاره التضامن، بالذات للمليون الجداد. بالنسبه للمليون الجدد طبعا احنا تم التنسيق مع شركات التوزيع، كان بدأنا بشركة توزيع، ودلوقتي في يعني الوزارة على قدم وساق للتعاون مع شركات متعددة، وفعلا تم بالفعل التعاون مع شركات متعددة طبعا لسرعة والوصول وتوزيع البطاقات، لأن البطاقات تم اعتماد الصرف للبطاقات بداية من شهر سبتمبر الحالي. حتى لو الكارت وصل بعد يوم 15، في الكارت فيه رصيد من شهر 9 الحالي، ودلوقتي جاري استكمال عمليات التوزيع وعلى اوسع نطاق من خلال شركات التوزيع وشركات توزيع الارقام السريه، والانتشار على مستوى جميع محافظات مصر. طيب يعني ذكر ايضا في المعلومات والبيان بانه الكروت هتوصل الى المنازل عشان الناس تطمن، اذا الكارت والرقم السري الاثنين هيوصلوا الى المنازل. طبعا في ظل في اطار تبني وزاره التضامن الاجتماعي لاستراتيجيه تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين اداء الخدمات المقدمه والتخفيف عن كاهل المواطنين. طبعا عشان يحصل المواطن على الخدمه بشكل سريع وبشكل لائق وبشكل بدون زحام وبدون تكدس وبدون انتقالات وبدون يعني تجمعات في امام الوحدات الاجتماعيه وامام الادارات الاجتماعيه، يعني بناء على توجيهات معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج ان احنا نغير الاستراتيجيه طبقا لظروف المواطن وحفاظا على كرامته وحفاظا على جهده، بالاخص للاولى بالرعايه من المسنين وذوي الهمم والاسر وتنقلات الاسر، ان احنا نوصل الكارت لحد باب البيت ونوصل الرقم السري لحد باب البيت. طيب بنقول لجميع المواطنين لا تقلقوا، هو كده كده بياناتكم مع الشركات بالظبط، وكله واصل لحد البيت، وكله هيصل لحد البيت. وطبعا هيتم في القريب العاجل يعني الاعلان عن الارقام التواصل مع الشركات، ومتابعه لكل مواطن ممكن من خلال ارقام التواصل يعرف الكارت بتاعه هيوصل له في التوقيت المناسب وفي الوقت المناسب. عشان الناس ما يبقاش عندها قلق فيقول لك الكارت ما وصلش فيتجه هو للوزاره او للمحافظه فيبقى عنده حاله قلق. ولكن في حال ان الناس، مش كل الناس تعرف تستعمل الكروت، هل هنا في ناس بتساعد من خلال المحافظه او المديريه او مكاتب البريد؟ طبعا تم التنسيق مع مكاتب الساده المحافظين واعلامهم بخطابات رسميه ومع الجهات الامنيه
مع جميع المحليات بالإضافة لجميع مديريات ووحدات وإدارات التضامن الاجتماعي لانتشار الخبر وطمأنة المواطنين والمستفيدين إن الخيار سيوصل له لحد البيت، وعدم التعرض لأي حركات أصلا خارج نطاق البيت. يعني ممنوع إن العميل يخرج خارج نطاق بيته، كفتك هيوصل لك لحد عندك لو حد تواصل معاك. وإضافة الذهاب لأماكن أخرى طبعا نرجو إن تقول له إن لا أنا الكارت الوزارة مبلغاني إن هيجي لك لحد باب البيت. صحيح. فيلتزم بمكانه حفاظا على سريته وحفاظا على عدم التعرض لأي حركات غير مسؤول. صحيح. دكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنؤكد على أهلينا وأهلينا البسطاء بأنه هذه الاستفادة والأعداد الجديدة من الأسر 1,000,000 شخص لينضم، يعني البرنامج كله المستفيدين أكثر من 5,000,000 حيبدأ الصرف زي ما قلنا من أول سبتمبر، واللي ما وصلوش الكارت حيوصل له لحد عنده، حيكون معاه رقم، والرقم ده لابد تحتفظ بيه الرقم السري، وإن شاء الله كل حاجة تتم بخير. هما ده فكرة المواطنة وفكرة إن أنت في دولة بتحافظ عليك وبتحافظ قبل كل شيء على كرامتك. أنا بحب قوي الاسم بتاع تكافل وكرامة، لأنه المواطن دايما كريم، مش لازم علشان هو ما عندوش فلوس، لا، الكرامة ملهاش أي علاقة هو عنده أو ما عندوش، الكل كرماء في وطن كريم.